سيرجي لافروف اعتبر أن قرارات هيروشيما تهدف إلى هزيمة روسيا في ساحة المعركة. أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة على منصة بالعربي. عالم متعدد الأقطاب وحرب باردة تسير بالخفاء. تدرك الصين جيدا بأنه لا يمكن لأي دولة مهما بلغت قوتها أن تفرض نفسها كقطب عالمي إلا من خلال تحالفات دولية، ولذلك تسعى الصين لشراكة روسيا بتشكيل عالم متعدد الأقطاب. هذا الحلف تعتبره الولايات المتحدة أكبر تهديد لهيمنتها على العالم، وتسعى الصين لتعزيز تحالفات ضمن منظمات دولية مثل منظمة بريكس وشنغهاي وتجمعات إقليمية في منظمة آسيان والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. العالم العربي تتطلع إليه الصين بما يمثله من ثقل بشري وموقع استراتيجي ومصدر لموارد الطاقة والمعادن، وتعتبره من أولويات الصين من حيث التجارة والاستثمار عدا عن الجانب السياسي باعتباره معقلاً لحلفاء أمريكا، حيث تسعى الصين لضمان اصطفاف عربي معها في أي صراع مستقبلي مع الولايات المتحدة بشأن تايوان. الخروج من هيمنة القطب الواحد إلى عالم متعدد الأقطاب بدأت تتجلى معالمه في أكثر من منطقة بإقليم الشرق الأوسط تقوده الدبلوماسية الصينية وروسيا. الدول العربية ثرية بموارد الطاقة والثروات الطبيعية والخامات الصناعية التي لا يستغني عنها المارد الصيني لتحريك عجلة اقتصاده الضخمة والتنافس والهيمنة على التجارة الدولية. والدول العربية بحاجة للتكنولوجيا الصينية واستثماراتها في البنية التحتية والتخلص من هيمنة أمريكا وانفرادها كقطب واحد منحاز بالمطلق للاحتلال الإسرائيلي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني والتدخل السافر بالشؤون الداخلية للدول العربية. المصالح متشابكة بين الصين والدول العربية حد التكامل في كثير من الملفات السياسية والاقتصادية، خاصة وأن التجارة البينية تضاعفت نحو 10 أضعاف بأقل من عقدين. بوادر نجاحها هي خطوات البناء للتحالف العربي مع الصين التي أثمرت على أرض الواقع في مبادرة الحل العربي التي دشن مسارها في بيجين، والتي جاءت كمقدمة لحل جذري للعديد من الملفات الإقليمية العالقة. قادتها السعودية أقوى حلفاء الصين بعد أن تحررت رسميا من عباءة الهيمنة الأمريكية. السعودية كانت على شفا هاوية من الوقوع بإسقاطات اتفاقية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والتورط بالتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، لكن السعودية اليوم لا تريد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وتطلب ثمنا باهظا من أجل إتمام هذه الاتفاقية من خلال رفع مهر هذه الاتفاقية إلى مهر تعجيزي، حيث يتمثل بطلب الرياض بموافقة أمريكا بأن تحصل على ما حصلت عليه إيران بالشأن النووي على الأقل. الإعلام الإسرائيلي علق بشكل منفصل على التطورات التي حدثت على اتفاقية التطبيع بين السعودية والاحتلال بالقول: السعودية لا تريد اتفاقية تطبيع وحان الوقت كي نفهم الإشارة. وعقبت صحيفة معارف الاحتلالية بأن من يتابع الأخبار في هذه الأيام العاصفة يعتقد أن لم يتغير شيء فيما يتعلق باتفاق التطبيع بين إسرائيل والسعودية، لكن سيكون من المفاجئ أن يوافق القصر السعودي قريبا على علاقات دافئة بإسرائيل. وعلقت الصحيفة على التقارب الإيراني السعودي قائلة: لا تزال عملية المصالحة بين السعودية وإيران في مهدها، ولهذا فإن التطبيع مع إسرائيل في هذه المرحلة غير ممكن. وأضافت أنه حتى لو تم تحرير السعوديين من قيود مصالحتهم مع إيران، ف
فإن قضية شخصية ثقيلة مطروحة على الطاولة، موضحة أن الرجل الحاسم في الرياض ولي العهد محمد بن سلمان لن يتسرع في منح الرئيس بايدن هذه الهدية الرائعة بغياب الحزمة النووية. وأشارت صحيفة معاريف إلى أن العلاقات السعودية الأمريكية شديدة البرودة منذ بداية ولاية بايدن قبل عامين، وأن إسرائيل هي أداة لعبة بين أيدي السعوديين، بمعنى أنه إذا حصل السعوديين على فوائد من الأمريكيين فسوف يدللونها، وإذا لم يحصلوا على ذلك فلن يدللوها. القمة العربية التي اختتمت أعمالها الجمعة الماضية كان لخطوات الصين انعكاسات واضحة في التقارب ودفء العلاقات العربية وعودة سوريا لحضنها العربي واستعادة مقعدها في جامعة الدول العربية وحضور الرئيس السوري بشار الأسد بعد 13 عام من الغياب لم تغب عن أنظار الصين. ووجه الرئيس الصيني شي جي بينغ أن بلاده سعيدة بأن تشهد اتخاذ الدول العربية خطوات جديدة على طريق الوحدة والتنمية الذاتية مع تحقيق إنجازات جديدة، وذلك في رسالة تهنئة منه بمناسبة انطلاق أعمال القمة العربية. وأضاف شي بينغ: جامعة الدول العربية ملتزمة بتقوية العالم العربي من خلال الوحدة وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط. كما أعرب الرئيس الصيني عن تقديره للسعودية قائلا أنها قوة مهمة في عالم متعدد الأقطاب، قدمت مساهمات إيجابية في تعزيز التضامن والتنسيق بين الدول العربية والحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وأضاف إن الصين والدول العربية تتمتع بصداقة تقليدية قوية على مدى آلاف السنين، وفي السنوات الأخيرة تمت شراكات استراتيجية بين الجانبين وحققت نتائج مثمرة وضربت مثلا جيدا للتعاون. بعد استكمال الرئيس الصيني شي جي بينغ ترتيب بيته الداخلي وانتخاب الحزب الشيوعي الحاكم له رئيسا للبلاد لولاية ثالثة بعد تعديل ميثاق الحزب الذي كان لا يسمح بأكثر من ولايتين، تستعد بيجين لمرحلة جديدة في تاريخها ويمكنها أن تلعب دورا في حل القضية الفلسطينية، خاصة وأن مواقفها أكثر اعتدالا من الولايات المتحدة. رغم تعاونها العسكري والتكنولوجي مع الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن ذلك من الممكن أن يلعب عاملا مساعدا في الوساطة بهذا الملف. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضا أكد في رسالة إلى قمة جدة أن روسيا مهتمة بتطوير العلاقات الودية بين الدول العربية من أجل مواجهة التهديدات والتحديات المستجدة بصورة فعالة. وقال بوتين أن مواصلة توسيع التعاون متعدد الأوجه بين روسيا والدول العربية تلبي مصالحنا المشتركة بصورة كاملة وتتماشى مع بناء نظام أكثر عدلا وديمقراطية للعلاقات الدولية يقوم على مبادئ تعدد الأقطاب والمساواة الحقيقية واحترام المصالح المشروعة للجميع. هذا التحالف تعتبره الولايات المتحدة أكبر تهديد لهيمنتها على العالم، ولن تقف موقف المتفرج له، وستسعى بكل ثقلها للتصدي له، وكالعادة ستلجأ لحلفائها وتدير حربها بالوكالة وتعمل على احتواء مزدوج لكل من الصين وروسيا. هذه التحركات بدأت في قمة الدول الصناعية التي انعقدت في هيروشيما اليابانية، التي خلصت في ختامها إلى بيان لا يغادر محتواه التسلح النووي لكل من الجمهوريتين روسيا والصين، وما أسموه بالخطر النووي الروسي وقلقهم حيال التسلح النووي الصيني. واعتبروا أن الخطر الروسي النووي أيضا غير مسؤول ويقوض أنظمة الحد من التسلح، وأن النية المعلنة لنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا هي أمر خطير وغير مقبول، وأن تعزيز الصين المتسارع لترسانتها النووية بدون شفافية يشكل أيضا تهديدا للاستقرار العالمي. هذا البيان جاء الرد عليه عاجلا
من وزير خارجية الصين الذي دعا دول قمة هيروشيما أن تلتفت إلى تاريخها المليء بالانتهاكات والتوقف عن إعطاء إملاءات للصين بشأن حقوق الإنسان والتدخل بالشؤون الداخلية للبلاد. وحذرت السفارة الصينية في بريطانيا بأن أي أقوال أو أفعال تضر بمصالح بيجين ستقابل بإجراءات مضادة قوية وحازمة. أما وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اعتبر أن قرارات هيروشيما تهدف إلى هزيمة روسيا في ساحة المعركة وتدعو لإزالتها كمنافس جيوسياسي، وأن أي دولة أخرى تطالب بمكانة مستقلة بالنظام العالمي ستعد هي الأخرى المنافس لهذه الدول وسيتم قمعها. الحرب باردة بالعلن، لكن صيغة الرد وطبيعة المصالح تنذر بتحركات سياسية معلنة يقابلها تحضيرات عسكرية غير معلنة، والترقب سيد الموقف. كنت معكم محمد أبو عمر من منصة بالعربي.